مساء الخير اصدقائي، في حلقه اليوم اللي غادي نشوف معكم البراتيك ديال ديماراج ديريك دو سونس دو روتاسيون. بعد ما درنا حلقه يعني درس مفصل على السبوره يعني شرح نظري، اليوم ان شاء الله غادي ندير معكم البراتيك. كيف يعني كتعرفوا ان البراتيك ديال ديماراج ديريك دو سونس كنحتاج جوج ديال لي كونتاكتور وديجونكتور موتور وديجونكتور ديال لا كوموند، وكذلك رولي ديرميك، وكذلك بوطون بوسوار ديال لاري، وجوج ديال لي بوطون بوسوار مارش. دونك غادي نشوف معكم يعني الشيما ونديروا الكابلاج معكم ايضا. هنا عندي الشيما ديال البويسونس، دونك راه شرحنا الشيما ديال البويسونس، اللي مازال ما شافش الفيديو رجع يشوفوا. اول شيء ماذا نقوم به بالنسبه يعني الشيما ديال البويسونس، دونك كيف كتشوفوا معايا هنايا في هذه الصوره هنايا باش تكون واضحه امامكم. اذا عندي هنا الديجونكتور موتور كنعطيه لاليمونطاسيون 380، كنعطيوه فاز 1 فاز 2 فاز 3، كنعطيوه 3 فاز، كنخرجوا 3 فاز من الديجونكتور موتور. لاحظوا معايا هنا فاز 1 فاز 2 فاز 3 كيمشي ليا السيكسيونور، نتوما عندكم في ليستيا سيكسيونور ابورت فيزيب. انا عندي هنا ديجونكتور موتور، من بعد كيخرجوا 3 فاز كيمشيو لنا لونطري ديال الكونتاكتور الاول يعني الكان ان، دونك فوالا الكان ان كيمشي لنا الكونتاكتور. من لونطري ديالهم كنشانتيو، دونك شنو كنديرو؟ كنفيرسي واحد لوسونس باش يجينا هذا مغاير على لوسونس ديال هذا، دونك كناخذ فاز 1 اولا هاد فاز 3 نردو هو فاز 1. دونك فوالا غادي ندير معاكم باش تكونوا يعني شنو باغي نقول لكم باش تكون يعني الصوره واضحه. اذا هذا هو الفاز 1 ديال الكونتاكتور الثاني اللي غيدير لي لوسونس الثاني. دونك فوالا كنوصل السلك ديالي للفاز 1، هذا هو فاز 1. غادي نديرو في الفاز 3، غنديرو في الفاز الثالث، دونك غادي نديرو في هذا اللي اقرب ليه. اذا هنا كندخلو مع هاد السلك هنا في الفاز الاول، كنحافظ على سلك واحد ونشونجي دو فيل، كنشونجي دو فيل ونحافظ على فيل واحد. فوالا الوسط نخلي في المكان ديالو، كيف كندير معكم دائما الوسط كيبقى في المكان ديالو. فوالا غادي ناخذ السلك اللي في الوسط هكذا ونديه للفاز اللي في الوسط، ما غاديش نشونجي يبقى نفس الفاز، غادي نديه للوسط. فوالا السلك اللي بالبني تنزع من المكان ديالو غادي نرجعو، خصو يكون كونيكتي ضروري باش يدوز لنا 380 للموتور، باش ما يتحرقش الموتور خصو يكون داخل مع الفاز يكون كونيكتي. وما نساوناش من البارطاج مع الاصدقاء في لي جروب، وما نساوناش من اللايك والدعم ديالكم والتعاليق ايضا. اذا كنوصل قلنا الفاز الثاني، الفاز الثاني مع الفاز الثاني، والفاز الثالث مع الفاز الاول باش يفيرسي لي الاتجاه، يفيرسي لو سونس، يغير لنا الاتجاه، كان يدور يمين يرجع يدور يسار. اذا هنا نديوه الاخضر مع الاخضر، اذا تبع غير الشيما ديالك بالضبط وما تغير حتى شي حاجه، اللي عطيتها لك في الشيما هي اللي ديرها. اذا البني كان في الفاز الثالث رجعته للاول، الاخضر حافظ على المكان ديالو في الوسط، الاصفر غادي يرجع لنا هو من الاول الى القطب الثالث هكذا. هنا غيرت سلكين وحافظت على السلك الاخضر هو اللي في الوسط، بقى في الوسط ديالو. اذا هنا غادي نديرو في القطب الاول في الفاز الاول، الفاز الاول كيرجع هو الثالث، الفاز الثاني كيبقى في المكان ديالو هو الثاني، والفاز الثالث كيرجع هو الاول. فوالا هنا فيرسيت سلكين وحافظت على سلك. في المخرج ديالو غادي نقلب الشيما ديالي عندي، دونك هنا في الخروج ديالو غادي نحافظ على ثلاثه الاسلاك في الاماكن ديالو. اذا عندي هاد سيبور صغيره دونك كنحطها في المكان ديالها، كتفيرسي كتعطيني ما كتفيرسيش هنا الاسلاك، كتفيرسي من جهه واحده، دونك فيرسينا الاسلاك في الامام. هنا غادي نحافظ عليهم، غيبقى هذا هو هذا، الوسط هو الوسط الاول هو الاول. اذا ونزيد معاه واحد الرولي تيرميك، دونك فوالا هنا فاز 1 كيبقى هو، الثاني كيبقى هو، الثالث كيبقى هو، وكنعطيوه الرولي تيرميك من الاسفل.
ونشد لي فاز ديالي ثلاثة بهم مع الرولي ديرمي. الأمور واضحة جدا، هذه بالنسبة للسيركوي دو كوموند دو بويسونس عفوا، دونك هذه السيركوي دو بويسونس. غادي ندير معكم ان شاء الله حلقه باللي سي 380 ونشغلوا موتور باش تكون الصوره كامله عند الجميع. فوالا هنا سيركوي دو بويسونس ساليتو. اذا كندخلوا لاليمونطاسيون للديجونكتور موتور، كنخرجوا من ديجونكتور موتور كنمشيو للكونتاكتور كا ان ام. دونك هذا هو الكا ان ام راه مكتوب عليه. دونك فاز 1 مع الكونتاكتور الثاني، دونك فاز 1 كيرجع هو الثالث، دونك فاز 1 رجع ليه هو الثالث، اللي في الوسط كيبقى هو دائما اللي في الوسط، واللي في فاز 3 كيرجع هو الاول. دونك باش كانفيرسي لو سونس هنا كيرجع كيبقى في المكان ديال واحد مع الواحد، ثاني مع الثاني، ثالث مع الثالث، هما اللي درناهم بديك سيبور. موراها الرولي تيرميك، لي كابل ديال الموتور غيمشيو لي من الرولي تيرميك مباشرة إلى المحرك. دونك هذه بالنسبة للشيما دو بويسونس، دونك الأمر واضح بالنسبة للشيما دو بويسونس. الآن دابا غادي نشوف معكم الشيما دو كوموند، دونك هذه الشيما دو كوموند. إذا الشيما دو كوموند بسيطة جدا، غادي نحتاجو قلنا دو بوطون بوسوار مارش وواحد لاري. دونك واحد كيدير لنا مارش 1، واحد كيدير لنا لو سونس دوزيام سونس، وهذا كيدير لنا لاري. دونك اول شيء ماذا نقوم به هو التوصيل. بالنسبه للنوتر اللي كيبقى هو الاسهل، كتاخذ النوتر مباشره من القاطع. دونك دابا الشيما دو كوموند كناخذوا النوتر من القاطع ديال لا كوموند، كنوصلوا مباشره الى ال ان. دونك فوالا الى ال ان ديال الكونتاكتور الاول او الثاني، ونديروا ليزون ما بين الكونتاكتور الاول والثاني بالنسبه للنوتر، كنوصلهم للادو. دونك لي كونتاكتور بجوج كنوصلهم النوتر للادو للمكان ديال النوتر. ثم نوصل النوتر الى الطرف الثاني ديال الكونتاكتور الثاني للادو دائما. شوفوا معايا الشيما دو كوموند، النوتر كنوصلو للادو بجوج بيهم، شيما واضحة ودرناها وشرحناها في السبورة. نزيد نطلع الصورة باش تكون واضحة هنايا. دونك فوالا قلنا النوتر كيمشي للادو ديال لي كونتاكتور بجوج بيهم، إذا الادو ديال الكونتاكتور عطيناهم النوتر. الفاز الآن كناخد الفاز ديالي من القاطع دائما. فين قلنا كيمشي الفاز؟ كيمشي لنا ل 95 ديال الرولي تيرميك، إذا أنا ناخذ الفاز من ال 95 ديال الرولي تيرميك. نحاول نزرب شوية باش ما يكبر لكمش الفيديو. كناخذ الفاز كيمشي لي ل 95 ديال الرولي تيرميك، لا كوموند ديال الرولي تيرميك. ثم كنخرج بفاز آخر من الرولي تيرميك من رقم 96. كنمشي به البوطون بوسوار دلار. دونك الرولي ديرميك شرحنا علاش كنديرو الرولي ديرميك، باش كنحميو الموتور ارتفاع الحمل، كنقطع لنا على الموتور باش ما يتحرقش. اذا كنمشي للبوطون بوسوار لاري، دونك هذا بوطون بوسوار دلاري شرحناه حتى هو كذلك، وغادي نزيدو نشرحو بزاف ديال الامور. فقط ما عليكم الا تتبعونا وتبارطاجيو لي فيديو مع الاصدقاء ديالكم، الله يجازيكم بخير، لان هاد القناه الى ما حققت لنا الشروط غادي توقف القناة، وما ما عنديش كندير نزل لي فيديو. اذا خصني ضروري القناة تحقق الشروط ديالها، يعني خصكم الماكسيموم ديال البارطاج مع الاصدقاء وفي لي جروب الماكسيموم، يعني اللي عنده شي حاجه يبارطاجي بارطاجي بارطاجي الفيديو. دونك حنا كنعلموا الاخوان والاصدقاء اللي عاد في المبتدئين والناس اللي مازالين كيقراو، وانتم اللي شجعتونا نخدموا معكم في الفيسبوك. اغلبيه الناس اللي ما عندهمش يعني داخل ومازال كيقراو ما عندهمش الصرف، يعني اليوتيوب خصو الواي فاي والكونيكسيون. دونك هذه نجمه سته ممكن الانسان كتجي تكلفه بسيطه. اذا كنوصل الفاز مباشره للمدخل ديال 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 بوطون بوسوار دلاري، كنخرج من بوطون بوسوار دلاري وكنمشي لبوطون بوسوار ماش. كنخرج من بوطون بوسوار دلاري كنمشي لبوطون بوسوار ماش.
فوالا كنمشي البوطون بوسوار مارش. مارش لو سونس 1 وكيمشي ذلك البوطون بوسوار مارش 1 وغادي يمشي كذلك البوطون بوسوار مارش ديال لوسونس الثاني. نزيد مع السلك باش نمشيو لوسونس الثاني 13 هنا. دونك هنا عندي ثلاثة ديال البوطون بوسوار مارش كيمشي البوطون بوسوار الثاني مارش هو كذلك كنشانتيهم معاه وكنشانتيهم مع لي 13 بجوج بيهم. فوالا غادي نقوم معكم تابليسي في اخر الفيديو كنمشي البوطون بوسوار الثاني. دونك هنا عندي بوطون بوسوار الثاني كنمشي لرقم 3 وخصني نزيد معاه السلك اللي غيمشي ليا 13. دونك كنزيد السلك باش يمشي ليا الرقم 13 ديال الكونتاكتور الكا ان ام والكا دو ام غادي يكون ليزون بيناتهم كاملين. فوالا كنمشي من بوطون بوسوار اس 2 والاس 1 كيكونوا مشادين وكنشادي معاهم تالي 13 بجوج بهم. اذا فوالا كنمشي 13 ديال الكونتاكتور الاول وكندير معاه ليزون مع الكونتاكتور الثاني. دونك الرقم 13 دائما 13 ديال الكونتاكتور الاول وغادي ندير 13 ديال الكونتاكتور الثاني ديال لوسونس الثاني. ما بقاش بزاف قربنا سالين الامور ديالنا. فوالا الان وصلت هاد البارتي هادي كامله. الان غادي نخرج بسلك من رقم 14 ونخرج بسلك من رقم 14. اذا فوالا ناخذ بسلك نخرج من رقم 14 ديال الكونتاكتور الكا ان اي غادي يمشي ليا مباشره باش يدير ليا واحد الفيروياج. دونك هذا غادي نديروه هو لوسونس ان يعني ديال الكا ان اي كناخذو من رقم 4 كنمشي مباشره الى رقم 14. دونك فوالا كنخرج من السورتي ديال 4 وكنمشي ل 14 الكان الكان اي. فوالا هذا الكونتاكتور الاول وغادي نخرج بسلك معاه من الكان ام وغادي نمشي مباشره الى غادي نخرج من الكان ام دائما وغادي نمشي ل 21 22 ديال الكونتاكتور الثاني اللي عاد لي لوسونس الثاني حيت فيروياج خصني ندير واحد فيروياج باش ما يخدم لوسونس 1 ما يخدمليش لوسونس الثاني. دونك فوالا خصني نمشي ل 21 ديال الكونتاكتور الثاني ثم نخرج بسلك من رقم 22 ديال الكونتاكتور الثاني من رقم 22 ويمشي مباشرة للآن ديال الكونتاكتور الأول ديال الكأن يمشي مباشرة إلى الآن ديال الكونتاكتور الأول. فوالا الآن ساليت هاد البارتي هادي كاملة بقى ليا عاوتاني كذلك الجزء الثاني ديال البوطون بوسوار الثاني كنخرج بسلك من رقم 4 هو هذا وكنشانطيه مع 14 كنخرج بسلك من رقم 4 ديال البوطون بوسوار الثاني اللي يدير لي لوسونس اريال كيمشي لي للرقم 14 وناخذ معاه السلك ايضا من رقم 14 ديال الكونتاكتور اللي غيدير لي لوسونس اريال. دونك فوالا كنجي الرقم 14 من رقم 4 ديال البوطون بوسوار مارش ديال لوسونس اريال نزيد معاه السلك اللي غيمشي ليا الفيروياج. اذا غيمشي لي الكونتاكتور فيرمي ديال من ديال الكا ان ام يعني غيمشي لنا الكا ان ام يدير لي فيروياج. فوالا يمشي لي ل 21 22 ديال الكا ان ام هذا هو السلك اللي غيمشي لي ل 21 22 الكا ان ام. دونك غيمشي ل 21
ثم نخرج من 22 ونمشي مباشرة إلى عندي الكونتاكتور اللي يدير لي لوسونس اريا، نمشي للكادود وهكا ساليت الأمور ديالي بكل بساطة. فقط عليك تبع غير الشيم. إذا كنمشي عندي الكونتاكت الكادو هنا سيركويت كوموند ساليت. غادي نعاود معكم الشيما كيف درنا يعني بسهولة. الفاز كيمشي ل 95، الفاز كيجي للرولي ديناميك 95، كنخرج من 96 نقطة، كنمشي لين كنمشي للبوطون بوسوار دلاري بالفاز، كنخرج من بوطون بوسوار دلاري مرقم بجوج، كنمشي للبوطون بوسوار مارش 1 مع مارش 2، كنشانتي لي فاز في لونطري ديالهم بجوج بهم لي بوطون بوسوار، وكنشانتيهم ايضا مع لي 13 بجوج بهم. فوالا كنجيب سيف كنمشي نشانتيهم مع لي 13 بجوج بهم. كنخرج من الربعة ديال البوطون بوسوار مارش 1 وكنمشي ل 14 ديال الثاني، وكندير فيروياج ديال 21 22 مع الكونتاكتور الثاني ديال الكادو ام، وكنمشي لك ان ام. ونفس القضية هنايا، دونك الأمر درنا يعني الأمر واضح جدا. كنخرجوا من 14 يعني البوطون بوسوار الثاني، كنمشي ل 14، كنمشي 14 ديال الكادو ام، دونك ومنو كناخذ السير كنمشي لفيروياج 21 22 الكادو لك ان ام، وعاد نخرج من الان يعني من 22 وندير الان ديال الكونتاكتور اللي يدير لي الكادو ام، يعني اللي يدير لي سونس دو. دونك فوالا الامر بسيط جدا. الان غادي ناخذ واحد لومب سينياليزاسيون باش نعرف انا الكونتاكتور اي سونس اللي خدام فيه. دونك عندي هنايا 122 لي لومب، ناخذ مع الان ادو باش نعرف انا عندي اي كونتاكتور اللي شغال. دونك فوالا غادي ناخذ هنا نوتر من هذا الكونتاكت الكادو ام، وناخذ فاز من الان. لما تسكسيت لابوبين ديال لوسونس الثاني تشتغل معاه لامب فير فلوسونس 2، فلوسونس 1 تشتعل لامب بلو. هي هادي اللي غادي نديرها مع الان ادو ديال الكونتاكتور الاول، وغادي ندير معكم التجربه ضروري. دونك ناخذها مع الان ثم ناخذ النوتر مع الادو. دائما لوب سيناليزاسيون ان ادو 220 فولت، وهكا كنسالي المونتاج ديالي بكل سهوله. تبع الفيديو، تبع مزيان الفيديو، قرا ما تضيعوش الوقت. اذا هنا كنسالي المونتاج ديالي. دونك الامور واضحه، عندي هنا بوطون بوسوار ديال لي مارش بجوج بيهم، وهنا عندي بوطون بوسوار دلاري. اذا غادي نطلع لا ريمونطاسيون. اول شيء شنو كنطلعو؟ كنطلعو ديجونكتور موتور باش يديماري لنا هذا الموتور هذا. فوالا الان شنو غادي ندير؟ غادي نطلع لا كومون. طلعنا لا كومون، اذا خصني لما ندير مارش 1 خصو يتاكسيت لنا الكا ان ام. فوالا غادي نشوف، دونك يتاكسيت الكا ان ام كيشعل معاه هاد لومب بلو ديالو. الا مشيت درت مارش في لوسونس الثاني، دونك هادشي اش درنا حنا الفيروياج، كنت كنشرح لكم ديك النهار في الصبوره، درنا الفيروياج باش ما يديماريناش لوسونس 2. الا ديمار لوسونس 2 غيطيح لنا ديجونكتور. دونك فوالا غادي نديماري هنا لوسونس 2، ما غاديش يعطيني، واخا نعيان كليكي ما غاديش يعطيني نهائيا. علاش؟ حتى ندير لاري يا اما بوطون بوسوارد لاري، يا اما بلاري دير جونس اللي دار ديفو. دونك فوالا بوطون بوسوارد ما دلاري، دونك كيت اكس كي ديزيكسيتا الكونتاكتور كان اي، يمكن لي دابا نشغل الكونتاكتور كادو اي. دونك فوالا كيت اكسيتا كيشعل معاه لا لومب فير. دونك هذا هو ديماراج دو سونس دو روتاسيون، يعني ديماراج درنا اليوم براتيك، حلقه براتيك. هاد الرولي تيرميك دونك يعني كتحمي الموتور، دونك في لوسونس 1 في لوسونس 2 الى يعني طلع الحمل، دونك كديجونكتي الموتور. دونك فوالا الامر بسيط، يمكن لي دابا نشغل لوسونس 1، فوالا كيشتغل معايا لوسونس 1. دونك هذه هي الحلقه ديالنا ديال براتيك ديماراج ديريك دو سونس دو روتاسيون، حلقه مهمه جدا. ما تنساوناش من البارطاج، المتابعه واللايك للفيديو، التعاليق، وشكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله.